اللي نفسي فيها مش راضيه بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعدلي. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا ما باخدش رايك، الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني، اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل لتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص، الاسبوع الجاي. مبسوطه؟ انا تمام. مبروك يا علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد سلام. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام، فرقت يعني؟ اه طبعا، تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8000 جنيه شبكه، ونجيب شويه اجهزه، ونظبط اوضه النوم، ونروق الشقه والدنيا تبقى. 8000 جنيه شبكه ليه؟ ده كتير طبعا. هما دبلة وبوشتيل وسلسلة صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي انت تستاهلي وزنك ده، ما تلبسي دهب زي بقية الناس. بص يا حسن، انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكة بكام ولا عفش بكام، تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحة وزغروتين وخلصنا. ماشي؟ عايزة حاجة تاني؟ عايزة كولا. عايزة كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزة نتجوز بسرعة يا حسن، عايزة ابقى جنبك. يا لهوي يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معي. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. اكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكلي؟ ما تقومي تجهزي، ما تقوم يا علي. خد يا اخويا. خد. مال؟ حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو انك واقعه في غرام حبيب القلب ومش صربعه. الصربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم، ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكوا يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي، اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده. سؤال نفسي اسألهولك، هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي، خدامه من ابو بلاش يعني. انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربيه. أنا هخش أجهز، ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. مساء معلم. فين راشد؟ راشد قال بوزع علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهارده. لا ربنا. وربنا خش له. ولا والعصفورة اتقالت منك يا حلو. خش أولية جوه بدل ما تعوري. راشد. ده بجد. ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ راشد الكلام صحيح. قوم يا راشد، مفيش نتايج تستاهل وربنا. عسليه تستاهل يا عم؟ مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد. قوم يا راشد، خلاص البت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم سيبني اونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلبي عليك يا صاحبي. قوم يا راشد. سيبني اونش دلوقتي. خلي عينك عليها عوض. تمام. أمين.
ولا الضالين آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه؟ هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل. تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السخن. وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقيها هي اللي عايزة كده أساساً. وماله؟ خير البر عاجله. واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم؟ وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن. وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بعد الشقه. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبع لك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك، احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع ورك يا راح فين بس يا راشد؟ يا الله على وسخه. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد، يلا يا من هنا لعورك انت تقف تحب هنا. يلا ده حاره وسخه صحيح. بص جوه يا بص جوه. يا مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه، عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. هتبقي سبعة يا علي؟ كتير. حبيبك عيسى يا معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطة عمر يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعدة وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. تشكر. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده يا علي روي؟ سلام يا روي. سلام يا علي. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ اقعد. شوكولاته؟ لا. عسل ايه؟ دي اختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. ما انا قلت لك شوكولاته. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير.
هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش أكتر من حشاشين في البلد. زي ما أنت. إيه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتوهم. لو سمحت مكتب وكيل النيابة من هنا. قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليه؟ استنى. يلا اخويا. انا لسه كلام شادي يا فدور. ايوه يا اختي ايوه. وداك الداهيه يا فدور. الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح. تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استني يا اختي. استناكي يا اختي، اروح فين؟ اوعي تمس. يا سلام. الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومة ساعة ما اتمسك ان البضاعة خارجة من عندي. امال ايه الحكومة جت لي ليه؟ هو التليفون اللي جالنا خلاها ننظف المطرح، كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. وماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط يا حاجة. يا ابو هناء، يا ابو هناء، بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومة ان البضاعة خارجة من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا جاي لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني، اشتريه انا؟ الشغلانة بتاعتنا دي يا راشد محتاجة راجل، وابن عمك طلع عجلة. تمام. اقعد يا وينش. خد على خطوة. سلامة خطوة. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون على اللي عامله. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابه بولاء اخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابه ما لم تكن مطلوبه على ذمه قضايا اخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي اسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمه التحقيقات على ان يراعى التجديد في المعاد. حصل ايه يا اختي؟ الحمد لله، افرج يا اختي بس من الاسم.
كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء؟ ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر، هيضيع لي الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده؟ قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتطير. حاضر، روح معايا الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجي لك الاسم. انت بس ليه يا بنت؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجي لك على طول. ماشيين معاك اهو، ماشيين معاك. استهدي بالله اما جميل واحتسبه عند ربنا في الجنه. محتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه، الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه. بس الحسن فين؟ لا اله الا الله وحيد الله. بس الحسن فين؟ ما تعملش في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري عسلي. شكرا.